عايزين كلنا نقول لكم ان ربنا متاح، موجود، قريب لكل الذين يدعونه. في ترنيمه بقى يا عيسى، اول جمله مضاده للاحداث، من خيرك مال الدنيا. قاعدين نقول ان في احداث صعبه وضغط، لكن الترنيمه دي بتقول من خيرك مال الدنيا. انا بس قريت اول شطره فيها، عايزين نسمعها وتكلمنا عنها من فضلك. امين. هي الترنيمه دي ماخوذه من مزمور 145، تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. امين. والله قريب من الذين يدعونه والذين يدعونه بالحق. دي بتكمل الكلام اللي احنا بنقوله. نقول الترنيمه دي تقريبا هي شبه معروفه شويه بقت للبعض. يحتاج بإيدك تسند ظهره، تحجب عنه الأمواج، وبجودك تفتح إيدك وبتشبع من عبيدك. ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج، وبجودك تفتح إيدك بتشبع من عبيدك. ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج. يا ماشي جنبي في الغرب وسامع أناتي في قلبي، سندني في أيامي الصعبة، أنا بعلن إنك ربي. يا ماشي جنبي في الغرب وسامع أناتي في قلبي، سندني في أيامي الصعبة، أنا بعلن إنك ربي. بجودك تفتح إيدك تشبع من عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج. بجودك تفتح إيدك تشبع من عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج. رح أشهد عنك في حياتي، أنت الأول والآخر، في الحاضر والعمر الآتي، أنت الناهي والآمر. رح أشهد عنك في حياتي، أنت الأول والآخر، في الحاضر والعمر الآتي، أنت الناهي والآمر. بجودك تفتح إيدك تشبع منها عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج. وبجودك تفتح إيدك تشبع منها عبيدك، ما بيخلص أبدا جودك، بيسدد كل احتياج.